زيكم عاملين ايه؟ نزلت اشتري حاجات، كانت الدنيا بطلت مطر وبعدين رجعت مطرت تاني. شايفين منظري؟ الجو ساقع جدا وهو متعة عارفين يعني اسكندرية في الشتا. مش قادرة تعاني من المية أساسا اللي نازلة والهوا. قلت أقول لكم مساء الخير من تحت الوطن، وأقول لكم بجد الجو رائع يعني ساقعة وشتا وهوا وكل حاجة، يعني مش حاسة بمراخيري من الساقعة. بس قلت أقول لكم مساء الخير وكل شيء وأنتم طيبين. يلا سلام.